الحلو هنعمله دلوقتي كيكة تمر. دلوقتي هنعمل الكيكة. الكيكة دي سهلة قوي، خطواتها بسيطة جدا. هنحط التمر واللبن المركز المحلى وزبدة وشوية مية، هنحطهم على النار ونسيبهم مع بعض شوية لحد التمر ما يطرى خالص. هنقلبهم مع بعض كويس، بعد كده لما يهدوا شوية هنضيف لهم دقيق ورشة ملح وكربونات الصودا، نحطهم مع بعض، هنقلبهم مع بعض ونحطهم يتخبزوا. بسيطة جدا لكن طعمها هيعجبكم على الآخر إن شاء الله. نبتدي، هحط الزبدة هنا وبعدين هجيب المية، الحليب المركز المحلى، وزي ما انتوا شايفين انا مش هضيف سكر خالص الكيكة دي لان السكر اللي في الحليب المحلى كفاية خالص. دلوقتي هحط التمر. التمر ده التمر العادي خالص، بس انا شلت منه البذر، بس ده كل اللي عملته. هسيبهم شوية على النار وهروح دلوقتي احط رشة ملح وبكربونات الصودا على الدقيق بتاعنا عشان ابقى جاهزة اول التمر ما يخلص احطه عليها على طول. ادي الدقيق وهاخد رشة ملح، دي كربونات الصودا. خلاص دلوقتي التمر بتاعي ما بقاش سخن، هحط عليه الدقيق وكربونات الصودا والملح اللي انا خلطتهم مع بعض كلهم مرة واحدة، هقلبهم مع بعض. اوكي دلوقتي هحطها شوية هنا وشوية هنا، هقسمها على الصينيتين. هجيب معلقة واسويها بسيط، مش هسويها كتير يعني، هي هتسوي نفسها لما تدخل الفرن. دلوقتي هحطهم في الفرن ودي هسيبها تتخبز في درجة حرارة 160 او 165 تقريبا ولمدة حوالي 40 دقيقة. ادي طبق بتاعي، ادي الكيكة، وكمان هجيب صوص كراميل انا محضراه من قبل كده. هحط اول طبقة هنا واجيب معلقة هرش عليها. وده هيخلي الطبقتين يمسكوا في بعض وهيديني لزوجة اكتر في الاكل. ده نوع من انواع الصوص الكراميل بس اسمه باتر سكوتش صوص. ده بنبتدي ان احنا نعمله، بنحط سكر على النار مع مية ونخلي السكر يغمق خالص لحد ما يوصل للون الكراميل بتاعنا واغمق شوية منه. بعد كده هنحط له تقريبا معلقة زبدة والتاني نحمره بيها، هنلاقيه ابتدى يدخن وبيشكشك اكتر طبعا لان الزبدة بتبقى ساقعة عن درجة حرارة الكراميل. ولما الزبدة تدوب خالص بحط له شوية كريمة. اول ما يبتدي يغلي تاني بعد ما اضيف الكريمة بشيله من على النار ويبقى الصوص بتاعي ده جاهز. دلوقتي احط الطبقة التانية وابتدي انزل الصوص ده على وش الكيكة بتاعتي.